علي 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 ورب العلا اختاره كلمة علي الدرب العدل تهدينا علي 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 يوم الشدد من كل شدد يحمينا علي 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 كلمة علي الدرب العدل تهدينا علي 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 يوم الشدد من كل شدد يحمينا علي 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 منه الحفظ نهج الرسول ودينا علي 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 منه الخليفة من بعد هادينا بمن غدا يصدح حزار الوادي المن نحب انا وهلي وجدادي بمن غدا يصدح حزار الوادي المن نحب انا وهلي وجدادي وانت يا مسلم بالشدد شي تنادي منه اللي ديبات بمكان الهادي انت يا مؤمن منه قرد عينك نحكي الحقيقة وهذا بيني وبينك انت يا مؤمن منه قرت عينك نحكي الحقيقة وهذا بيني وبينك انت يا مؤمن منه قرت عينك منه الذي ثبت قواعد ديني منه الذي نور ظلام سنيني منه التزم بالراية منه اللي حقق للرسول الغاية وقعت بدر منه التزم بالراية منه اللي حقق للرسول الغاية وبهل أتعلي من تشير الآية منه اللي كف للكرم عطايا كل الحروب نشوفه بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العلي العظيم السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار يا سيدي أتأذنا لي بخدمتكما متقربا إلى الله بكما ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد هناكم الله في الدنيا وفي الآخرة وقضى الله حوائجكم وشاف الله مرضاكم اللهم ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين بهذه الدقائق وبهذه الساعة التلفزيونية التي تنطلق من حرم الإمام هادي والعسكري والسيدتين الجليلتين نرجس وحكيمة أسأل من الله عز وجل أن يقضي حوائجكم يشافي مرضاكم يتقبل أعمالكم بهذا أسبوع الولاية وأسبوع الغدير ما أجمل أن يكون التهنئة والتبريك ويوم الغدير من رحاب الإمامين العسكريين سلام الله عليهم وأنا وأنتم سنكون إن شاء الله في بيت صاحب العصر والزمان والهواتف مهيئة أسفل الشاشة ليتسنى لكم زيارة الإمامين العسكريين سلام الله عليهم وأكون بخدمتكم إن شاء الله في هذه الدقائق القادمة ونحن ننعم بزيارة الإمامين العسكريين سلام الله عليهم وضريحهما المبارك والسيدتين الجليلتين العظيمتين السيدة نرجس والسيدة حكيمة اللهم
بحق محمد وآل محمد أن يقضي حوائجكم ويشافي مرضاكم ويتقبل أعمالكم. هنالك وقفات مهدوية، والوقفات اليوم سنربط يوم الغدير بمولانا صاحب العصر والزمان، تجديد العهد والولاية لإمامنا صاحب العصر والزمان في يوم الغدير. المتعارف بأن يوم الغدير هو في النجف الأشرف، ولكن لو دققنا بهذا المنطلق، هل يجب علينا زيارة العسكريين سلام الله عليهم وتجديد الولاية والبيعة لمولانا صاحب العصر والزمان؟ نعم، ولكن هنالك ملاحظة. سئل الإمام صاحب العصر والزمان: هل أنت أمير المؤمنين؟ قال: لا، فقط اللقب يلقب به أمير المؤمنين علي، بل أنا خاتم الأوصياء. هنالك إيجابيات كثيرة في عيد الغدير وفي بيعة الغدير. ما هي الإيجابية الأولى؟ الإيجابية الأولى هو ضمان استمرار خط النبوة. يسأل سائل يقول: لماذا كانت بيعة الغدير؟ أو لماذا أصبحت بيعة الغدير؟ ولماذا كانت بحجة الوداع وبعدها استشهد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بشهرين؟ الموضوع عقائدي ويحتاج إلى الانتباه. أولاً، ضمان استمرار خط النبوة وعدم ضياع ثمرة التعب. رسول الله بلغ ما أنزل إليه، كان أمر من الله عز وجل: بلغ ما أنزل إليك. بهذا المنطلق وبهذه الآية الكريمة، حتى يستمر خط النبوة وثمرة التعب الذي أوصلها لنا رسالة محمد وآل محمد، هم أهل بيت النبي وأولهم علي عليه السلام. أما الإيجابية الأخرى هي بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأمة إن مسؤولية حفظ الإسلام. هل يجد أفضل من علي يحافظ على الإسلام؟ لا يجد. هل يجب الحفاظ على الإسلام بتوصيات معينة؟ نعم. تعلمون بأن النبي الأعظم يعلم بأنه سيغادر هذه الدنيا، ويجب عليه من يمثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الدنيا. وتعلمون بأن خط النبوة يحتاج إلى إيصال رسالة، والرسالة مستمرة. ونحن اليوم نعيش في زمن الغيبة، زمن الإمام الحج المنتظر عجل الله فرجه الشريف. بهذا المنطلق، هل هنالك إيجابيات أخرى؟ نعم، هنالك تعيين خليفة رسميا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. أما أين الربط بين صاحب العصر والزمان؟ صاحب الزمان يحتاج إلى بيعة ويحتاج إلى نصرة. علينا أن ننصر الإمام الحجة في حياتنا، في يومنا، في ساعاتنا، في دقائقنا. هنالك أحد الأخوة الزملاء الله يحفظهم يقول: هنالك مسائل فقهية يجب علينا أن نتعلمها. يجب علينا أن نتعلم. لماذا نتعلم؟ حتى عندما نسأل نعرف كيف نجيب. بيعة الغدير تحتاج إلى لا فقط فرحة، لا فقط بيعة، لا فقط، هنالك أهداف ومضامين الالتزام بها. أولها الصلاة، ثانيها تهذيب النفس، ثالثها العمل بما يرضي الإمام. معنا اتصال وعلى بركة الله إن شاء الله. أم ميثم من ذي قار، تفضلوا يا أم ميثم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا صاحب الزمان، يا مهدي الأمم. يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، يا مهدي الأمم. أمامكم القبة المنيرة والصحن المشع بالعسكريين، سلام الله عليهم. السلام على الصحن المشع، السلام على القبة المنيرة، السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا شريك القرآن، السلام عليك يا مظهر البيان، السلام عليك يا سيدي يا مولاي. نبارك مسبوع الولاية، نبارك لكم، هناكم الله وإياكم على ولاية أمير المؤمنين إن شاء الله. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أولياء الله الصالحين،
سلام على الإمام علي الهادي، سلام على الإمام الحسن العسكري، سلام على السيدة حكيمة، سلام على السيدة نرجس، سلام عليك يا قائم آل محمد. قضى الله حوائجكم، شاف الله مرضاكم إن شاء الله. أي والله الله نظرة منك يا صاحب الزمان، يا صاحب المرضى والجميع الحوائج، إن شاء الله الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذه الراية التي حملت من كنت مولاه فعلي مولاه. السلام على الراية المباركة، السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا صاحب الراية، يا سيدي يا أمير المؤمنين، ثبتنا الله وإياكم على ولاية أمير المؤمنين إن شاء الله، إن يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، الله يوفقك يما رحم الله والديك، الله يحفظك، ادعينا لأبو ميتم العائلة، الله يستر عليك إن شاء الله، ما ننساكم بالدعاء، يوفقكم إن شاء الله وجزاكم الله الخير. شكرا لاتصالكم، زيارة مقبولة. معنا أبو علي من البصرة. اللهم عليهم يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا صاحب الزمان يا صاحب الأمم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام على عبد الأمم، السلام السلام عليهم أجمعين. يا مولانا الشفاء العاجل لأبو علي، دائما أنا أوصي المشاهدين أن يدعون لأبو علي بالشفاء العاجل. شكرا لاتصالك وزياره مقبوله يا ابو علي، شفاء العاجل ان شاء الله. معنا الاخت ايه من الدجيل، تفضلوا يا ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام يا صاحب الزمان يا مهدي الامم. يا صاحب الزمان يا مهدي الامم، السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفه الرحمن، السلام عليك يا شريك القران، السلام عليك يا قاطع البرهان، السلام عليك يا امام الانس والجان، السلام عليك وعلى آبائك الطيبين وأجدادك الطاهرين المعصومين ورحمة الله وبركاته، السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تقرأ وتبين، السلام عليك حين تصلي وتقنت، السلام عليك حين تركع وتسجد، السلام على بقية الله في بلادي وحجته على عبادي، السلام على معز الأولياء ومذل الأعداء، السلام على علي الهادي، السلام على حسن العسكري، السلام على سيدتي ومولاتي حكيمة خاتون، السلام على أم الإمام المهدي نرجس خاتون، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن العسكري صلوات الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني، اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبحق السر المستودع فيها، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، اللهم شافي وعافي كل مريض، اللهم وشكرا لكم يا أخت آية. بس أريد دعواتكم لعبد الله إن شاء الله اسمه السجن للشفاء من مرضى السكر. زيارة مقبولة إن شاء الله، شكرا لاتصالكم. معنا أم تقي، تفضلوا يا أم تقي. قطع الاتصال، إن شاء الله تعاود الاتصال مرة أخرى. أسأل من الله التوفيق لكم وقضاء حوائجكم. شكرا للأمانة العامة للعتبة العسكرية المقدسة وأخص بالذكر قسم الإعلام في العتبة العسكرية لجهودهم وتعاونهم في بث برنامج يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. والهواتف مهيئة لكم، من يريد أن يتصل يشارك يزور الإمامين العسكريين سلام الله عليهم، أكون بخدمتكم. أبو فاطمة من الموصل. نعم يا أبو فاطمة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. السلام على صاحب الزمان. يا صاحب الزمان. السلام على مولاتي، السلام على مولاتي فاطمة الزهراء، سلام الله، السلام على رسول الله، السلام على علي وآل بيتي الطيبين الطاهرين، سلام الله عليهم، السلام على الأولياء والمحتسبين والشهداء الذين استشهدوا مع الإمام الحسين،
سلام الله عليهم. حقيقة أنا أنظر أمام التلفاز الآن لهذا الضريح المقدس والمكان الطاهر، وفي قلبي كله شجن لزيارته. إن شاء الله أنو بالزيارة وأقدم. وأنا نوهت في بداية الحلقة وأسلفت، تكلمت بأن زيارة العسكريين تعتبر تجديد البيعة للإمام صاحب العصر والزمان ونصرة له. أكيد أكيد، خاصة وأنه في طريقنا دائما إلى زيارة العتبات المقدسة في كربلاء والنجف. نعم، أمامك يعني سيدي المخرج، هي لك الضريح المبارك أكيد. حتى تطلب حاجتك إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق هذا المكان المقدس شافي مرضانا، واجعلنا من المتمسكين بولاية أهل البيت، ومن المنتظرين بحق وحقيقة وبجد لصاحب المولى المقدس الإمام المهدي المنتظر سلام الله عليه. اللهم احفظ شيعة أمير المؤمنين، اللهم احفظ إخواننا في فلسطين يا رب العالمين يا رب. وانقذهم من هؤلاء اليهود الأنجاس. اللهم انصر شيعة أمير المؤمنين في كل مكان. كم نحن بحاجة إلى التمسك بأهل البيت حقيقة، وأنتم ترون هذه الهجمات الكثيرة التي على شبابنا. نعم، لأنه يدل يوما بعد يوم نرى أنه نحن بحاجة إلى التمسك بأهل البيت حقيقة. بطبيعة الحال نحتاج أن نعمل حتى يرانا الإمام الحج المنتظر. شكرا لاتصالك يا أبو فاطمة، وشكرا لهذه النفحات. معنا أحمد من بابل، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام يا صاحب الزمان يا مهدي الأمة. يا صاحب الزمان يا عجل الله فرج، اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج يا رب العالمين. يا الله نسألكم الدعاء إن شاء الله ما ننساك، ولكن أمامك العسكريين. أمامك الضريح وأنت الآن مع الزوار، تفضل بالزيارة واطلب حاجتك إن شاء الله. أي والله نسألكم الدعاء يعني يمك قريب عليه الإمام العسكري. إن شاء الله ما ننساك بالدعاء يا أخ أحمد. ألف رحمة على والديك، الله يحفظك وينصرك. الله يحفظك. شكرا لاتصالك يا أحمد. معنا جعفر من البصرة. نعم يا أخ جعفر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. السلام عليك يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. يا صاحب السلام الزمان. عليكم الله ولي الله. السلام عليكم أحد شيء الله. السلام عليكم نور الله نور ظلمات الأرض. السلام عليكم أبا الحسن علي بن محمد الزكي. السلام عليكم أبا محمد الحسن بن علي. سلام الله عليك. السلام على السيد الإمام المهدي. السلام على السيد الحكيم خاتم بن الإمام الجلد. إن شاء الله ما ننساك، أريد نسمع صوت دعاء الفرج بصوتك، دعاء الفرج بصوتك. اللهم كل وليك الحجة. اللهم كل وليك الحجة سيدنا الحسن، صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه آبا كفى الأرض يا أرحم الراحمين. شكرا لاتصالك يا جعفر، وزيارة مقبولة، وشكرا لهذه النشأة الحسينية المهدوية، وأن يحفظك إن شاء الله بحق صاحب الزمان. معنا أم حسان من بابل، تفضل يا أم حسان. سلام عليكم. وعليكم السلام يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. يا صاحب الزمان. يا صاحب الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا قاطع البرهان، السلام عليك يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. احسنت. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على سيدتي مولاتي حكيمة، السلام على سيدتي مولاتي نبي، السلام على سيد مولاي العلي الهادي، السلام على سيد مولاي الحسن العسكري، السلام على علي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. سلام اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم بجاه فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وحق السر المستودع بها. اللهم يا الله يا الله. اللهم جاه هذا الإمام التقي اللقي إن شاء الله يشاف كل مريض إن شاء الله، يصبح حاجة كل محتاج يا رب العالمين. بركة دعواتكم إن شاء الله. عند ذرية صالحة بجاه ذرية الحسين إن شاء الله، الذرية الصالحة لمن ليس لديه ذرية يا رب، بحق علي وصاحب الزمان. والله عندنا واحد ما تعبان كلش عرض عطاه سجله بالشفاء، رحم الله والديه إن شاء الله، سجل اسمه وخدمتك. والله رحم الله. شكرا لاتصالكم وزيارة مقبولة يا أم حسان.
معنا نور من البصرة. السلام عليك يا مولاي. وعليكم السلام يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان. أمانينا معلقة. أختم عليك بجدك يا حسين. سائليكم الدعاء للمؤمن طيف ابن آية شاب وضع مستقبل. سائليكم الدعاء وتكتبون اسمه بلا حذر. إن شاء الله نكتب اسمه وخدمتكم. نقسم عليك بعرض جدك الحسين. شاب وحالته كل اسمه مستقبل. الشفاء العاجل، الشفاء العاجل بحق محمد وآل محمد. الله يوفق. الله يحفظكم يا أخت نور. أمامكم الضريح المبارك إذا حبيتوا تطلبون حوائجكم. يا مولاي يا حبيب أذكر السلام عليك أقسم عليك قلبك يا مولاي. علي يا مولاي. وحدك عليك يا مولاتي يا فاطمة الزهراء وليتك لك علي يا رب الشفاء العاجل له إن شاء الله وأن يرده سالما غانما لكم إن شاء الله. معنا أم زهراء من ذي قار، تفضلوا يا أم زهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم يا سيدي يا مولاي يا سيدي يا مولاي يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان. السلام عليك وعلى أجدادك. السلام عليك وعلى أمك السيدة نرجس. السلام عليك وعلى السيدة حكيمة. السلام عليك وعلى العسكريين. السلام عليك وعلى علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك أجدادكم ومالي. أسألكم بشفاعتكم عند رب العالمين أن تقضوا حوائجنا وانت شاف مرضانا. يا رب يا رب يا رب يا الله يا الله الشفاء العاجل لكل مريض. اخي والله عندنا مرضى هوايه وبسلكم الدعاء ان شاء الله. ما ننساكم بالدعاء وعائلتكم ومن يخصكم ان شاء الله بالشفاء العاجل. الله يسلمك ويحفظك يا ربي قضاء حاجه كل محتاج وجه محمد وال محمد. يا رب وزياره مقبوله ان شاء الله من حرم العسكريين سلام الله عليهم. شكرا لاتصالكم معنا. علي تفضل يا علي. يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. أحسنت تفضل بالزيارة. السلام عليكم أستاذ علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا من حرم العسكريين سلام الله عليه. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام عليك يا مولاي يا علين الهادي. السلام عليك يا مولاي يا حسن العسكري. السلام على سيدتي ومولاتي سيدتي ومولاتي حكيمة. السلام على مولاتي سيدتي ومولاتي نرجس. أسأل الله سبحانه وتعالى بحقكم عنده أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة وأن يقضي حوائج المحتاجين ويسر أسر المرسلين. يا رب إنه هو أرحم الراحمين. قضى الله حوائجكم. الله توفيق استاذ علي جزاك الله خير الجزاء. الله يبارك فيك خدمتكم. حياكم الله. الله يبارك اجمعين. شكرا لاتصالكم وزياره مقبوله ان شاء الله. معنا ام مصطفى تفضلوا يا ام مصطفى. اتمنى صوت التلفاز يتوطى حتى تاخذين راحتك بالاتصال يا ام مصطفى. نعم يا صاحب الزمان يا مهدي الامم. شكرا لاتصالك يا ام مصطفى. ظهر انقطع الاتصال. قضى الله حوائجكم. أتمنى هنالك يعني قضية التلفاز إذا كان عالي يؤثر على الاتصال ويمنع الاتصال. وهنالك أيضا التحضير لزيارة الإمامين العسكريين يجب أن يحضر إن كان كتاب زيارة إن كان هنالك كلمات تليق بالإمامين العسكريين سلام الله عليهم. أتمنى أن تحضر وإن كان على الفطرة فأتكلم عن الإمامين العسكريين سلام الله عليهم والسيدتين الجليلتين وفي بيت صاحب العصر والزمان الدعاء والزيارة وأنتم تتفضلون علينا أن نكون خداما لكم في حرم العسكريين يا زوار العسكريين. أم شوقي من كربلاء تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا صاحب الزمان. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا شريك القرآن. اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة ناظري بنظرة مني إلي وعدل فرجه وسهل مقصده. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها بنيها والسر المستودع فيها بعدد ما حاط به. اللهم صل على محمد وآل. السلام عليك يا سيدي يا مولاي. السلام عليك وعلى جدك علي الهادي. السلام عليك وعلى أبيك الحسن العسكري. السلام عليك وعلى أمك نرجس وحكيمة عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وأزور صالة عني وعن والدي ووالد والدي عن صاحب العصر والزمان عن السيد علي السستان والجيش والحشيد والقوات الأمنية والشهداء وأهديها لزوجي ولأولادي والبناتي ولأخواني ولجميع من يسمع صوتي ولا حضرتكم ولا قناتكم. الله يحفظكم وقضى الله حوائجكم. أيوة والله وإن شاء الله ما ناسيتكم عند الإمام الحسين. شكرا متفضلين متفضلين أمي. الله يحفظك وزيارة مقبولة إن شاء الله. معنا البرعم حسن من ذي قار. تفضل يا حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا من صلى العباس. يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. أحسنت. تفضل بالزيارة. أسألكم أن تدعون بالتوفيق على أختي للشفاء من مرض القلب. إن شاء الله الشفاء العاجل وما ننساها بالدعاء يا حسن. زيارة مقبولة وشكرا لاتصالك. معنا أم حسين من واسط. تفضل يا أم حسين. السلام عليك يا سيدي يا مولاي. وعليكم السلام يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. السلام عليك تفضلوا بالزيارة. يا سيدي يا مولاي يا أبو صالح ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا علي الهادي. السلام عليك يا مولاي يا سيدي العسكري. السلام على سيدتي ومولاتي نجد. السلام على سيدتي ومولاتي حكيم عليه السلام. سلام الله عليك ورحمة الله وبركاته. يا سيدي يا مولاي يا وجهي عند الله أجل الله مبارك يا مولاي وسهل مبارك يا مولاي وجعلنا من أنصار الدعوة يا الله يا الله يا الله. إن شاء الله بركة العسكريين قضاء حوائجكم وشفاء مرضاكم. معنا أم مصطفى عودة الاتصال من بلد. تفضل يا أم. وعليكم السلام يا صاحب الزمان يا مهدي يا صاحب الزمان يا مهدي يا صاحب الزمان يا مهدي. تفضلوا بالزيارة. السلام على حسن العسكري. السلام على نجم خاتون من مهدي. السلام على حكيمة خاتون. السلام الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي من الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على خمر العشير أبو فضل عباس ناس اللواء الحسين. السلام على الحمراء زينب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سيدي يا مولاي. السلام على فاطمة الزهراء. السلام على الحسن والحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسمعون ويردون إن شاء الله. اطلبوا حوائجكم وأنتم في رحاب العسكريين. سلام الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهنيكم اللي عم على الحسين. هناكم الله وجعلكم إن شاء الله من الثابتين على ولايته في الدنيا وفي الآخرة. سلام الله عليك يا أبي الحسين. يا أبي الحسين يا مولاي. قضى الله حوائجكم إن شاء الله. شكرا لاتصالكم. يا أبي الحسين ان شاء الله ما ننساك ما ننساك بالدعاء والزياره. شكرا لزيارتكم ودعائكم وان شاء الله ما ننساكم. نعم معنا محمد من بابل. تفضل يا اخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام يا صاحب الزمان يا مهدي الامم. يا صاحب الزمان السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا صاحب السماء. نسألكم الدعاء لشفاء ولدي إن شاء الله ونسأل من الله الإجابة إن شاء الله بقضاء حاجتك وشفاء وليدك بحق محمد وآل محمد. شكرا لاتصالك وزيارة مقبولة إن شاء الله يا محمد. الله يقضي حاجتك ويسر الله أمرك. الآن في حرم الإمامين العسكريين سلام الله عليهم يجب هنالك تهنئة
لسيدي ومولاي، سيدي ومولاي علي من بيت صاحب العصر والزمان، أقول يد ثقل الإمامة ثقلها، هذه يد ثقل الإمامة ثقلها، وبغير كف المصطفى لا تعتلي، ولذلك حين أراد طه رفعها يوم الغدير دعا ونادى يا علي، يا علي الميت يطوفون عليك قصد الآخر لحظة يعتبرك ولي، حتى من يتحاسب بيوم الحساب عذر حتى يقول مريت بعلي، ويبقى صوت المحب بالحب يعتلي، وتبقى انت الكل محبينك شفيع يوم منكر بالقبر بيختلي، صنف دم الناس صنف دم الناس اي اوبي، هذا شيء واضح اكيد وازلي، واحنا دمنا حير اللي حللوه، لان صنف الدم لان صنف الدم طلع حيدر علي، نادى البشير يا علي يوم الغدير يا علي، من كنت مولى فهذا علي مولى، من كنت مولى فهذا علي مولى، الله صرح الهادي النبي بيوم الغدير يا علي، والوحي شاهد على الجمع الغفير يا علي، حدر الكرار صار الكم وزير بعد يا هالناس واليكم يصير، حدر نصير يا علي يوم الغدير يا علي، من كنت مولى فهذا علي مولى، من كنت مولى فهذا علي مولى، اللهم صل على محمد وآل محمد. نرجع إن شاء الله لاستقبال اتصالاتكم ونكون بخدمتكم وكل من أوصانا الدعاء والزيارة. أقول لي يا مولا يا صاحب الزمان، بعد بمضيفك وببابك ويمك وبحضرتك لا ترد إدينا خايبين سيدي يا صاحب الزمان، الكل تدعي حتى تطلب حوائجها منك، الكل تقول نسألك الدعاء يا صاحب الزمان، الكل تقول متى ترانا ونراك، الكل تقول أين الطالب بدم المقتول بكربلاء، الكل تنهض وتصرخ بالدعاء، والاستنهاض للإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف. يا سيدي زوارك وأحبابك واللي عندهم حوائج والمرضى واللي ما عنده ذرية، الكل يستجير بمولانا صاحب العصر والزمان، إمام زماننا حبيبنا أبونا، اللهم لا تحرمنا حنية الإمام صاحب العصر والزمان. وأرجو الدعاء للحبيب ابن الزميل الحاج طه حسن بالشفاء العاجل إن شاء الله من مرض السكر. معنا علي، تفضل يا علي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وناصرا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
نعم تفضل بالزيارة. أنت الآن دخلت مع زوار العسكريين إلى ضريح العسكريين وصحن العسكريين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك سيدي ومولاي يا علي الهادي. السلام عليك سيدي يا مولاي يا الحسن العسكري. عليكم سلام الله سادتي، ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد من زيارتك، ولا جعله الله آخر العهد. أسأل من الله قضاء حاجتك إن شاء الله، وشكرا لاتصالك، وزيارة مقبولة يا أخ علي، وإن شاء الله ما ننساك من دعائنا ومن خالص الدعاء إن شاء الله في ضريح العسكريين سلام الله عليهم. كل من أوصان الدعاء والزيارة أنا أدعو لكم عند العسكريين، وكل إمام أذهب له أقول سيدي مولاي كل من أوصان الدعاء اقضي حاجته وشافي مرضاه وتقبل أعماله ووفق لما تحب وترضى. معنا لمياء، تفضل يا أخت لمياء. السلام عليك يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي الهادي، يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك وعلى أوليائك، السلام عليك يا حجة الله وابن حجته، السلام عليك يا صفي الله وابن أصفيائه، السلام عليك يا خليفة الله وابن خلفائه، سلام الله عليك، السلام عليك يا ابن خاتم النبيين، السلام عليك يا سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين، السلام عليك وعلى ابنة الأئمة الهادين، السلام عليك يا ابن الأوصياء الراشدين، السلام على السلام عليك يا إمام الفائزين، السلام عليك يا ركن المؤمنين، يا فرج الملهوفين، ووارث الأنبياء المنتجبين، السلام عليك أيها الداعي بحكم الله، السلام عليك أيها الناطق بكتاب الله، السلام عليك يا حجج الحجج، السلام عليك يا هادي الأمم، السلام عليك ويا ولي النعم، السلام عليك يا عيبة العلم، السلام عليك يا سفينة الحلم، السلام عليك يا أبا الإمام المنتظر الطاهر العقل حجته والثابت في اليقين معرفته والمغيب عن دولة الفاسقين والمعيد ربنا بالإسلام جديدا بعد الانصمات والقرآن. أشهد يا مولاي أنك أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. أسأل الله بالشأن الذي لكم عنده أن يتقبل زيارتي لكم ويشكر سعي إليكم ويستجيب دعائي بكم ويجعلني من أنصار الحق واتباعه ومواليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيارة مقبولة يا إمام، أحسنتم أقضى حاجتي يا سيدي ومولاي، يا سيدي نسألكم الدعاء، قضى الله حوائجكم إن شاء الله وشاف الله مرضاكم، وشكرا لاتصالكم. معنا ماجد، الأخ ماجد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم، يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم، يا صاحب الزمان. يا ريت تعلي لنا صوتك يا أخ ماجد. يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم، تفضل بالزيارة، أمامك الضريح المبارك. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا صاحب الزمان، عجل الله تعالى فرجك الشريف وجعلنا من أنصارك وأوانك لحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أخي يا ريت لو تزور بالنيابة عنا وعن والدينا إن شاء الله، ما ننساك بالدعاء، وزيارة مقبولة إن شاء الله، وفي سجل العسكريين سلام الله عليهم، وشكرا لاتصالك، الله يحفظك إن شاء الله، وزيارة مقبولة. أسأل من الله التوفيق لكم إن شاء الله وقضاء حوائجكم. القبور والأضرحة الكل تختلف إلا العسكريين سلام الله عليهم، هو بيت الإمام صاحب العصر والزمان. الدعاء فيه يختلف، الاستجابة فيه تختلف، آداب الزيارة تختلف، لأنك تتعامل مع إمام حي. أما العسكريين سلام الله عليهم، لو أردت أن أتكلم هنا قصص كثيرة
من طلب من الإمام الحسن العسكري وعلي الهادي وسيدة نرجس بقضاء الحوائج وحوائج كثيرة. معنا حمزة من كربلاء. السلام عليكم. وعليكم السلام يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. يا صاحب الزمان تفضل بالزيارة. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان. يا صاحب الزمان. السلام عليك يا مولاي علي الهادي. السلام عليك يا مولاي حسن العسكري. قضى الله حالك. السلام على مولاتي نرجس خاتون وحكيمة خاتون. يا وجيها عند الله شفع لنا عند الله. اللهم شافي وعافي كل مريض. يا رب يا كل محتاج. يا رب. اللهم عجل لوليك الفرج يا الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين وعلى ابو الفضل العباس قمر عشيره وعلى السيده زينب ام المصائب. اللهم ارزقنا زيارته في الدنيا وشفاعته في الاخره. يا شكرا رب. شكرا استاذ. اللهم يصلح حوائجكم ويشافي مرضاكم. شكرا لكم. السلام عليكم يا ورحمة الله وبركاته. وزيارة مقبولة إن شاء الله وقضى الله حاجتك ويسر الله أمرك. معنا اتصال آخر. نعم إن شاء الله. الأمور التي أردت أن أوصلها لكم زيارة العسكريين. هنالك من يقصد الإمامين العسكريين بقضاء الدين. هنالك من يقضي أو من يقصد الإمام علي الهادي، من يقصد السيدة نرجس، من يقصد السيدة حكيمة. لو تكلمت بالاستشعار بوجود الإمام صاحب العصر والزمان سلام الله عليه، أنت اليوم تستشعر ببيعة الغدير والفرحة والبهجة. هل علي أن أعمل أو سألت ضميري ماذا يريد الإمام الحجة المنتظر مني حتى أكون لائقا ببيعة الغدير؟ هل سألت نفسي ماذا أراد مني علي بن أبي طالب عليه السلام حتى أكون أليق ببيعة الغدير؟ عندما أقول لبيك يا علي أو بايعتك يا علي أو جددت لك البيعة، بهذه المسؤولية أنا صرت تابعا للإمام علي عليه السلام. هل سألنا أنفسنا أو الذات أو الضمير؟ هذا الضمير اللي تسأله شنو جوابه؟ اطرح أسئلة دائما على روحك أو على نفسك في نهاية اليوم وحاسبها. معنا الأخت سمر. السلام عليكم. وعليكم السلام يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم. السلام عليك يا علي الهادي ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسن العسكري ورحمة الله وبركاته. السلام على السيدة حكيمة ورحمة الله وبركاته. السلام على السيدة نرجس ورحمة الله وبركاته. سلام الله السلام علي. عليك يا بقية الله في أرضه ورحمة الله وبركاته. يا بقية الله في الأرض. يا بقية الله في الأرض. نعم أمامكم الضريح إن شاء الله ما ننساكم. إن شاء الله نسأل من الله الإجابة، ولكن أنتم في حرم العسكريين إن شاء الله ما ننساكم. نسألكم الدعاء والزيارة. السلام عليك يا صاحب الزمان ورحمة الله وبركاته. قضى الله حوائجكم إن شاء الله وشاف الله مرضاكم وتقبل الله أعمالكم. أردت أن أقول بأن علينا أن نعمل ما يرضي الإمام. كيف نرضي الإمام؟ كيف نستشعر بوجود الإمام؟ ليس منا من لم يحاسب نفسه. علينا أن نجعل جدول خاص بحياتنا لتهذيب أنفسنا، شخصيتنا، عملنا. الإنسان يحتاج في حياته أن يكون مربي صحيح، ولكن المربي الصحيح هو من يعمل حتى يرى أولاده كيف يعملون. لا يتكلم، يعمل. أنا ابني أريده يصلي، أصلي قدامه. ابني أريده يكون صادق، ما أكذب قدامه أو ما أواعده في شيء وأخلف. بنتي أعلمها كيف تلبس الحجاب. هذا منطلق المنظومة الأخلاقية اللي رادها أمير المؤمنين في بيعة الغدير. رسول الله عندما كلف الإمام علي عليه السلام أن يكون خليفة للمسلمين، كلفه حتى تكون مسؤولية خاصة على الإمام علي في عاتقه أن تصل إلى الجميع، ورسالة مستمرة والاستمرارية تكونت وتكملت بتضحية الإمام الحسين سلام الله عليه ووجود السيدة زينب وإعلام السيدة زينب والأئمة الباقين. وأنا أقول ختاماً
بختام الأوصياء وخاتم الأوصياء الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف. وصلنا إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة من برنامج يا صاحب العصر والزمان. أسأل من الله أن يتقبل منا شكرا لهذا الكادر الجميل المتواضع المخلص الذي دائما يثابر حتى يوصل هذه الصورة المباركة، ويتعاون دائما من الهندسة الصوتية، الإخراج، المونتير، هندسة البث، المصورين، الآليات الله يحفظهم إن شاء الله وقضى الله حوائجهم، الكل تعمل جاهدة حتى تصل هذه الصورة المباركة، وأنا أقل واحد بهم، يعني مسؤوليتي فقط نقطة وصل في هذا المكان حتى تصل لكم الصورة وأكون بخدمتكم إن شاء الله. ولكن لو تعلمون ذلك الجهد الجهيد من مكتب بغداد قناة كربلاء الفضائية الله يحفظهم، يعملون حتى تصل هذه الصورة المباركة. هلموا لزيارة العسكريين في كل وقت، تعالوا إلى الحرم، خدام العسكريين شرعوا أبواب القلوب قبل أبواب الأضرحة والصحن المبارك حتى تنعموا بخدمتي محمد وآل محمد وزيارة محمد وآل محمد إن شاء الله. صالة عني نيابة عن والدي والد والدي من قلد للدعاء والزيارة، نيابة عن المشاهدين المتابعين، نيابة عن مولانا صاحب العصر والزمان، نتوجه بزيارة الإمامين العسكريين عليهم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكما يا ولي الله، السلام عليكما يا حجتي الله، السلام عليكما يا ولي الله، السلام عليكما يا حجتي الله، السلام عليكما يا نوري الله في ظلمات الأرض، السلام عليكما يا من بدا لله في شأنكما، أتيتكما زائرا عارفا بحقكما، معاديا لأعدائكما، مواليا لأوليائكما، مؤمنا بما آمنتما به، كافرا بما كفرتما به، محققا لما حققتما، مبطلا لما أبطلتما. أسأل الله ربي وربكما أن يجعل حظي من زيارتكما. الصلاة على محمد وآله، وأن يرزقني مرافقتكما في الجنان مع آبائكما الصالحين، وأسأله أن يعتق رقبتي من النار، ويرزقني شفاعتكما ومصاحبتكما، ويعرف بيني وبينكما، ولا يسلبني حبكما وحبكما وحب آبائكما الصالحين، وأن لا يجعله آخر العهد من زيارتكما، ويحشرني معكما في الجنة برحمته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم تقبل منا هذا القليل بأحسن القبول يا الله، واجعله ذخرا لنا يوم القيامة عند الزهراء البتول بشهادة سيدي ومولاي العسكريين سلام الله عليهم، وسيدي ومولاي صاحب العصر والزمان البدء مثل الختام، يا صاحب الزمان يا مهدي الأمم.